يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني وأحبائي في الله تتكان أدعوجي الدين وميشان أد إذن موضع وحويان وأد عوامة dad wax fahansan maahan waxaa loo baahan yahay insha Allah ta'ala in daacwada la soo gaarsiyo anakaana masuul ka ah nabi muhammad alayhi salatu wasalam khayru khalqillahi dibbu masoon walaanayo soo gaarsiyo dadkan daacwada dadkan masay bal laha masay mara ayaan waxa weeyaan kula kulmay masaakiin weeyaan diin la'aan hayso ilaahay ma yaqaanaan حلو باهي إن شاء الله تعالى إن رأى الله تبارك وتعالى أنكو حرنو مسؤولي دا أنا كان نصارا انتهاي دي عنو قادو باري ويهي والد كيس مركو دينتو وحو بلابا إن دردارا كي أبيس وسميو وسن أكمرين قرب مرين وسن خلافين مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ووالد كيني ونبي كيني إلهي نوصدنا سبحانه وتعالى إلهي وحليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله إلهي محبتي سبحانه كهلينا إن النوم محمد رعان عليه الصلاة والسلام راعتان كخير خلق الله أيان محان كهلينا محبة الله تبارك وتعالى عليه كون كان أبو رهدوك جعلادنا قف كاسري أما كافي عن إيمانا مجرو لأجل هذا أنا مبارك ونقنو وركيس أن يلنو تنتينا كجرتو إلهي محمد سانكو هلينا نبي محمد أمر ونسي بلغوا عني ولو آية أني قمسي نولانا دون كان واختبان لي لحدن سدح سنو كنت عليه الصلاة والسلام لكن ودر دارمي يا كرو قادة دردارا كيس بارياشي سكلية أتباع دي سكلية قف قصد كما قادة كرو ومسؤولية إلهي سبحانه وتعالى دوشن وصاري قف كستو نبي محمد وحو أمر كسية دا مسلم تهي وحولي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية هذا القوحو كسو عدا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم شخص كلاماش شقكم ملاحن لأجل هذا ما دا ولو آية هذا هو حبهين آية بها أحاته إما سآية دا قرنين قف كسورة الفاتحة قرناي وحوية تضبع آية دا وحفظي دين قف مسلم ما تفاتحان قرنين مجرو فاتحة كل كذا دا أمد قارسيسو الحمد لله رب العالمين كل كذا هذا تقرني سلحك اللحظة كالأي كود ميهين واجبك النبي قال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم دوشو كاساري هاي وأمرك بحيي وأنا تكو عمل فشا وأنا دوركي سيشا بلغوا عني ولو آية هل آية باها تيقى قارسية مرك النبي دردارك اسمركو ديباي إنو سنولاني ننو أغا إلهي نوو أشهر عليه سبحانه وتعالى قف نفكست إني دمدن أنت دمشد لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كل دمدن أنت دمشد مركز أسأوغد ولا ليال نبي ما دام نودر دارمي وإن در دارم كيس قادنا ما يشان هده كينيا إنتان كوريه غاين سعودي وحبذن با إلهي سبحانه وتعالى كما نستي أهل كينيا بأكملهم ملك استئجوغان وحو إلهي كما نستي جنة رخيصة ديقاتان ويان وايو دادك قال هذا ميشان كنول داد جلعسان ويان وحاد أمر كسيسي يلايان وينو شقيان ويجلعسيهين هدي هدا
مدحوينه أو قفناها مثلا مدحوين مامل قبليد قبليد وحويان مدحويني أشوا هذا نين كهذا ماشى أو مصايدة مدحوينك تذكر مسلمين تدلوسي أو حليه هوا إذا ندسها وحبها أنتين مساجد إذا ندسها أنا بلا باي احترام كدين تأهيان شعب كي يأتينا إليهين دين تسوق المركات هذا وحي كلهن إن شاء الله سوق له أنت قال قارب كل كلا كلا هذا اللي كريم بقى إن دين هذا وشر هذا سوق له هذا هديت مركا هذا تنسى سوجي العسن ومساكين تا أنا كهك جابني خاصة غير نيرو غير كينيا بأكملهم علماء دت كذا المسجد ويسارن تهاي وحال روين لسميه مكتب الدعوة والإرشاد مكاتب أو لو حرير أي دعوة قفكي عصب لو غير أيو قفكي إسلامنا مذ كجرو مسلم أهنا إسلامنا مذ صاق علينا إن المال أو لغلا صعدو إيمان كيس لو زيادية أو وح زيادة لبرو أو دينتي وصاق علي وح جعليسينا إن لو سميه وحال أقربات وعادينا مسؤولين تينا دتك دين تفهمي إلهي وحفهن سي سبحانه وتعالى مركا جولات دعوية إن لسميه دعات إن لسميه دعاء دي كفالة للور هذه وإلهي درتي إن أدقاجيان وضد سودوين إحلان مالي سحدان إحلان وحاسي واجبنا وضصارا وأنا كرنبا مركا وحان كتر دار ما إن شاء الله تعالى وقتي لك وقتي لك لمن دون الله أعلم مسؤولين نصارا جندان وميشان اسكتال تالو إلهي والنسيي ودن كان ودن وآدو قيمة بدن ويان ودن قالض أي جوكتوي لكن قالض ودن مسلمين دوكو مهيان حرية القول حرية الدين الله يستا إلهي وانون نمعي جل جلاله حاليا شيخ حسين علي جبوتي يا وحوشي يتدوصنا كهران صوب وغضو داي ناكورو markaas maalin maalmaha kamid aan ka socono ayaa ninkii Soomaaliga ahaa gaariga noo waday nin oo gaalada kamid oo la hadlo wuxuu ku yiri ma soo islaantid diinta ma soo gashay fiican tahay ma goorme soo islaamaysaa wada shalay noo sheegay goorme soo islaamaysaa markaas wuxuu dhahay ninkii gaalka markaad ii yirtid aan soo islaamo adiga ii yir soo dhaway anna insha Allah ta'ala diinta inaan soo gal igu ogo marka dadkii saas u jilacsan saas u diyaarsan oo xaalka saas u yahay gaabiska markii aanu ka socdaa insha Allah ta'ala in loo gurmado la caawiyo hernaarokada wiilal masaayo sodon shan taqriiban ayaa hadda wax lagu baraa oo diintii la fahansiiyay oo shan shan juz xifdisan yihiin waalidiintooda xaflad loo sameeyo loogu yeeriyo waxaa lagu yiri kaali ilmihiin arka markii xafladii arkeen ilmihii quruxdooda labiskoodi iyo farax sanantoodi markaas ay dhayn kuwan guriga inoo joogi kuwan way isla dhaashaan laakiin sumaaka kuwana qurux badan ismaxaad samaysiin akhiiran waxay dhaheen gaaladii waa weynayd annaka waa duqownay oo waxa weynaan ka soo noqono ma joogno dadkaana la yaabaayo laakiin diintan saa u wanaagsan ilmaha noo bara gabdhahan diyaar lanahay meel aad ku xareysiin qaata diyaar aydinna nahay kristana joogo waxa weeyaan gaaladii dhanaa soo gurmatay inay ku sii ilaaliyaan gaalnimadoodii anaka muslimiinta ahna gurihii noogu shaqeeyaan kaliya calaabteena noo dhaqaan in waxa weeyaan kala la shaqeysano in arimaha kala adduunyo u kaalmeysano diyaar ba oona laakiin aakhiradooda inaa ugu kaalmeyno waan ka gaabinay xaqiiqatan saas awgeed markii insha Allah ta'ala culimadeena dadkeena noo waween وحوي إن لا أساس دعات إلى الله جولات سمينايو إلهي درتي أبحايو ومداسي أخدمينايو ودينتي فهنسينايو أي كان دورات لو سمينايو ديميسا وديارسا لتكاسا وحويا وحوي شيء كرو إن له لو لا بد منها إن شاء الله تعالى مركا وحا يقدر إقدر دارنا ودن بين إن لتكانو إلهي قرنين الله وضل وحره كفائدي سنة حديث كنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم القفد إلهي كوسو هنونيو قيل وحيابا أوقا لسانو واقاس لهي استوحي أهين قيل كيس قرح بضان أو قد قدودا
saas awgeed marka walaaliyaal insha allahu tacala aan ka faa'iidaysano ilaahay aan ugu dhowaano qof kasta ha ku xisaabtamo in hal qof sabatis ku soo hanuunto. Hadda shalay waxaa aada iiga yaabiyay gabdhaha reer Nakuru wiilaa meel kitaabo lagu sameynayay sameeyeen wiilaa ka shaqeynaya, markaasay dhaheen wiilkaanuu soo islaamay anaka gabdhaha ayaa soo islaaminay. Raggii aaway marka way gaabayeen. الله يكرمكم إن شاء الله تعالى. هذا اجتماعي نيروبي كرعاي واتي سدح قبل ويسوى إسلامين قبل ده قد ذلك أو رقي أو علم ذي وان رجيني إن شاء الله أنا وضكعنه وقر منه كبت باذنه نارته وجنة إن شاء الله تعالى أن أسلو وضكرنه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.